بالمناسبة كريم، خلي بالك احنا ممكن نروح، لا احنا مش ممكن، احنا هنلعب تشيلسي. نعم. فتحضروا نفسكم عشان نقاط الضعف بتاعت تشيلسي. خلي بالك الحاجات دي احنا بنعملها مش هنلاقي حد تاني يعملها. طب ولوكاكو ده هيتمسك ازاي بس؟ وهنتكلم في الكلام ده، لانه خلي بالكم ما هو انت لما تيجي تقعد تفكر كده ان شاء الله في شهر 12 هتتكلم على نقاط الضعف في تشيلسي عادي صح؟ نعم. طبعا مشكلة؟ وهي مش محكمنا على بايرن، بايرن اقوى من تشيلسي. كانت اقوى من تشيلسي، كانت دلوقتي لا دلوقتي يعني خلينا نتفرج على تشيلسي دلوقتي. طبعا تشيلسي فرقه مخيفه فعلا، وواضح طبعا دوري الابطال عامل لهم يعني روح مختلف طبعا، وقدوم لوكاكو طبعا مدي الفرقه شكل هجومي مخيف، لكن طبعا اي فرقه كوره عندها نقاط ضعف اكيد، وان شاء الله يعني خلي بالك ما حدش هيروح يلعب يعني، ما حدش هيشوف تشيلسي، ما حدش هيشوف بايرن ميونخ غير النادي اللي يجتهد يتعب ويكسب دوري ابطال افريقيا عشان توصل مونديال. هي البطوله اللي هي يعني دلوقتي مش مهمه قوي يعني طبعا، يعني التصريحات من النوعيه دي اللي هي في وجهه نظري تخص الشخص لا تخص المنظومه. اشك مزبوط. اشك لو احنا جبنا 100 واحد وسالناهم السؤال ده ان ممكن تبقى الاجابه بنفس الطريقه، بس دايما لما تيجي تسال مظبوط كلامك مظبوط، بس لما تيجي تسال جمهور الاهلي هتلاقي الاجابه واحده، مسؤولين الاهلي هتلاقي الاجابه واحده، لعيبه الاهلي هتلاقي الاجابه واحده. زي ما الاجابه انا دايما بحب اكرر هذا السؤال على كل الضيوف اللي موجودين معايا في الفتره الاخيره، ليه؟ لان انا عارف ان الاجابه واحده، مع انما بتبقى بدون اتفاق وبدون اي حاجه، لكن حضرتك بتخش تقول لو انا سالتك دلوقتي قلت لك اني الاهم، حضرتك تقول لي الخمس بطولات او لو هتلعب مباراه وديه هتبقى اهم، ما اعرفش انت هتقول كده تيقلي يعني. يعني هو اصلا الموضوع اصلا مش مجال للجدال او النقاش يعني. مفيش حد في الدنيا يقول ان البطوله المحليه اقوى من البطوله القاريه اللي بتضم كبار القاره، سواء كنا بنتكلم على دوري ابطال افريقيا او بنتكلم على دوري ابطال اسيا او بنتكلم على تشامبيونز ليج في اوروبا او حتى ليبرتادورس في امريكا الجنوبيه، يعني مستحيل طبعا الكلام ده. ولكن تاني انا عارف ان الموسم ده موسم ربما يعني كان ساخن، وموسم فيه حاجات غريبه اكيد طبعا، جزء منها طبعا التحكيم، وما زلت باكد حتى احنا طبعا لسه الموسم ما انتهاش، لسه في ماتشين، وما زال طالما لم يحسم الامر بشكل رسمي فما زال حتى ايفن لو في 1% كابتن اسلام انا معاك، كلنا متمسكين بيه حتى يعني نروح. انا عارف ان الوقت عندنا لا سريع لا النهارده، لا لا براحتك، بس ما فيش يعني ما فيش مشكله يعني، اللي يكسب دوري من زمان كسب الدوري الف مبروك، احنا عندنا اخطاء هنراجعها، في اخطاء في التحكيم، انا ما زلت بقول ده اسوأ دوري لتحكيم في تاريخ الكره المصريه من ساعه ما بدأ بكار الموضوع ده قتل بحثا. انا كنت اتمنى بصراحه من الكابتن، واتمنى وما زلت اتمنى من الكابتن وجيه احمد طبعا بعد الموسم خلص بحلو ومره، اتمنى بعد نهايه الموسم وجوبا عليه يقدم استقالته، لان الشغل ما كانش في افضل حال، واداء التحكيم في المباريات كل الانديه اهلي زمالك اسماعيلي طلائع الجيش، لما تسال كل الانديه كل اللعيبه ايه رايكم في التحكيم كله هيقول لك الامانه التحكيم عندنا مشكله. طيب